أهلا بكم. اليوم هندرس زمن جديد من أزمنة اللغة الإنجليزية، ألا وهو المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر have أو has زائد been زائد الفعل آخره ing، have أو has زائد been زائد الفعل آخره ing. وطبعا كلنا عارفين إن has بتيجي مع he و she و it مفرد، و have بتيجي مع I و we و you و they جمع. has بتيجي مع he و she و it، have بتيجي مع I و we و you و they. طب بستخدمه امتى؟ شيء حدث في الماضي ومستمر في الحاضر ومكمل معانا في المستقبل. شيء حدث في الماضي مستمر في الحاضر مكمل معانا في المستقبل. يعني مثلا sleeping since 2 o'clock. He has been sleeping since 2 o'clock. هو نايم من الساعة 2. يبقى هو نام الساعة 2، حدث في الماضي مستمر في الحاضر ومكمل معانا في المستقبل. He has been sleeping since 2 o'clock. ممكن ناخد مثال تاني. I have been living here for 3 years. I have been living here for 3 years. أنا عايش هنا من 3 سنين. يعني أنا عشت في الماضي ومستمر في الحاضر ومكمل في المستقبل. I have been living here for 3 years. يبقى شيء حدث في الماضي مستمر في الحاضر ومكمل معانا في المستقبل. ده المضارع التام المستمر. طب لو أنا حبيت أنفيه أنفيه إزاي؟ he has هتبقى he hasn't، I have هتبقى I haven't، وده هيبقى ماشي معانا على باقي الضمائر. يعني مثلا she has هتبقى she hasn't، we have هتبقى we haven't، وهكذا. الضمائر زي ما هي ثابته، اللي هيتغير بس have او has هيتضاف لهم not، hasn't haven't. طب لو انا حبيت اكون سؤال، هتبقى have او has زائد الضمير زائد been زائد الفعل اخره ing زائد بقيه الجمله. have او has زائد الضمير زائد been زائد الفعل اخره ing زائد باقي الجمله. لو انا طبقتها على المثالين اللي احنا خدناهم، فهيبقى he has هجيب has في الاول، هتبقى has he been sleeping، has he been sleeping. لو انا طبقتها على المثال الثاني I have been living، هيبقى have I been living، have I been living. يبقى جبت have او has زائد الضمير زائد been زائد الفعل اخره ing زائد بقية الجملة. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب والاشتراك في القناة. باي.